بتقول دراسات سنة 2002 عن تجنب النساء لفحص سرطان الثدي إنه هالشي بيرجع للخوف من المرض، بالإضافة إلى أنهم بيعتبروه عيب أو عار. وبسنة 2003 بلغ عدد النساء المصابات بسرطان الثدي بلبنان 1302. من هون بلشنا بالعمل على عدة حملات توعية على صعيد لبنان يلي شجعت المرأة لتتقبل الفحوصات بهدف الكشف المبكر وبدء العلاج للوصول بالتالي إلى الشفاء التام قبل فوات الأوان. والفرق الإيجابي الكبير أظهرته كل نتائج الأحصاءات بين سنة 2002 و2014، ومن وقتها صار لحملة التوعية موعد سنوي برعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع شركة روش لبنان وجميع الجمعيات العلمية المختصة والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات المعنية والمستشفيات ومراكز التصوير الشعاعي، حتى صارت أكبر حملة توعية على مستوى الوطن. تصرفي حالا، قولي لا لسرطان الثدي. بسنة 2014 قمنا بجردة على كل اللي عملناه، ولقينا إنه حملتنا ما وصلت لكل النساء وخاصة نساء الضيع والأرياف البعيدة. كل وحدة منا معرضة. لهيك كان علينا إعادة النظر بالمفهوم العام بهدف الوصول لعدد أكبر من النساء، فتوجهنا للرجال وبطريقة طريفة حسسناهم بمسؤوليتهم وطلبناهم بتشجيع النساء للقيام بالفحص. تذكر شو قال لك الحكايم على الملح؟ بتذكرك بكل شيء؟ ذكرها بالصورة الشعاعية مرة كل سنة على صحة السلامة. بسنة 2017 لقينا إنه بعد في نساء حاسين حالهم غير معنيين، منهم يلي قالوا أنا ماني مجوزة أو ما عندي أولاد فما في لزوم للصورة، ومنهم يلي اعتبروا إنه خلص راحت عليهم أو بعضهم صغار. ولكن اكتشفنا قاسم المشترك بيناتهم وهو التأجيل بسبب الخوف من الصورة. بعض هالأسباب ما كانت إلا حجج، وبما أنه الحجة ممنوعة بموضوع الصحة كانت حملة ما بدها حجة. ما بدها حجة، عملي الصورة. عند هالمعطيات كلها قررنا نلفت النظر بطريقة ما بتشبه أي شيء تاني. أول وأكبر شريط التوعية من نوعه بالعالم لسرطان الثدي، فبتاريخ 8 أكتوبر 2017 وبرعاية وزارة الصحة العامة اجتمعوا حوالي 200 متطوع من 6 جامعات على مدى يومين من العمل الشائع، والنتيجة شريطة التوعية مؤلفة من 8250 طابة على مساحة 352 متر مربع على أرض المدينة الرياضية حتى نكون قراب من الناس، فتسجلت رسمياً بورد أكاديمي ريكورد كأكبر شريطة بالعالم. وبنهاية الحدث توزعت الطابات على طلاب المدارس اللي اجوا من كل أنحاء لبنان يلي تخطوا 4000 طالب واللي حملوا رسالة التوعية لأهلهم، فنتج ازدياد بعدد السيدات اللي أجروا الصورة الشعاعية للثدي خلال الحملة من 9879 بالعام 2016 إلى 21752 بالعام 2017. ومن هون قررنا نطلق الحملة حد الناس كمان وبين الناس وبمساعدة الجمعيات وطلاب الجامعات، مشان هيك نحن هون اليوم لنوصل الصوت أعلى وأبعد.